يقدم مركز مليحة للآثار وجزيرة النور تجارب إفطار مميزة ضمن أجواء رائعة طوال أيام الشهر الفضيل. إلى التفاصيل. نتكلم عن تجربة إفطار في صحراء مليحة، يدرون الناس يتعرفون فيها من ضمن الباقة على تاريخ المنطقة وتراثها والعصور التاريخية اللي مرت فيها من خلال زيارتهم للمتحف، سواء كان قبل الإفطار أو بعد الإفطار. وأيضا بنفس الوقت يقدرون يستغلون المكان الهادئ والجميل هذا، يشوفون بعد الغزلان الموجودين في المحمية الموجودة عندنا. عندنا أكثر عن باقة الناس يقدرون يستعملونها ويستفيدون منها، معظمها تكون فترة صباحية أو الفترة اللي فيها أشعة الشمس قبل الإفطار. عندنا مثلا ركوب الخيل، عندنا السفاري. فوسط دفء الطبيعة ذات التنوع البيئي والحيوي، يمكن للزائر التمتع بوجبة إفطار شهية تطفي نار التخييم عليها، أجواء مميزة لمشاركة القصص مع أحبائكم. وبالطبع لا تنسوا الاستمتاع بمشاهدة جمال النجوم والقمر بمساعدة خبراء متخصصين في علم الفلك.